شاهد بالفيديو فضيحة الملاعب الكارثية المخصصة للتدريب لفرق الشان بالجزائر. المنتخب الغاني أرسلهم النظام الجزائري لملعب كارثي للتدريب بالحافلة الكارثية بكل المقاييس. شاهد فضيحة مدخل الملعب الكارثي للتدريب. شاهد هذا اللاعب الذي كان على وشك أن يسقط أرضا لولا لطف الله. أرضية الملعب كارثية، لا مراحيض لا حمامات، ويقولون على أن التنظيم كان عالميا. شاهد أرضية الملعب الكارثية، هذا الملعب لن يرقى حتى لملاعب القرب بالمغرب والتي توجد في كل الأحياء المغربية. هذه هي القوة الضاربة بنفطها وغازها التي يتبجح بها النظام الجزائري.